أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة tiftalk.com. في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية إعداد إعداد ملف قاعدة البيانات بنقله إلى الفلاش أو الهارد أو غيره. هذا الحلقة الثالثة من دورة الميكروتك يوزر مانجر على الراوتر ميكروتك الإصدار السابع. قمنا بنقل قاعدة البيانات في هذا الحلقة إلى الذاكرة. يمكن نقلها إلى القرص الصلب الـ SSD الخاص بالراوتر إذا كان راوترك حديث مثل X4، وهو الأفضل أنه يكون الهارد SSD سواء كان اليوزر مانجر مستخدم في PC أو في راوتر حديث يدعم الأقراص الصلبة SSD. يمكن الاستمرار في استخدام الذاكرة للراوتر، ولكن استخدام راوتر مزود بقرص SSD من حيث التخزين والأداء هو الأفضل. في الدرس هنا سوف نطبق على نقل قاعدة البيانات إلى ذاكرة SD كارد. بنطبق نفس الطريقة في حال كان القرص SSD. تابعونا. أذكر وأنا وهم من جديد أننا سعداء بدعمكم للمواصل في نشر الدروس والفيديوهات التعليمية في مجال تقنية المعلومات. بإمكانكم التبرع للقناة حسب المعلومات الموجودة أسفل هذا الفيديو، كما يمكنكم الاشتراك في الباقات المميزة أيضا عبر نفس بيانات الدفع، ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب عبر رقمنا الموضح أسفل الفيديو 7121-05775 على الواتساب. أروح للراوتر هنا، هذا معنا 1009 كما تلاحظون. أروح إلى خانة سيستم، ومن ثم خانة ديسك. بشاهد الهارد تبعي أو الاس دي كارد أو الفلاش هنا. أول حاجة أقوم بإخراج SD كارد، بيقول لي إذا طلعت لي هذه الرسالة أنه مستخدم من قبل خدمة أخرى، فقط أقوم بإعادة تشغيل الراوتر. بعد أن انتهينا من التهيئة أفتح قائمة الفايلز، ألاحظ موجودة SD كارد تبعي، وكما قلنا أنا فرمتنا الـ SD كارد بنظام ملفات EXT4. أخذ مجلد اليوزر مانجر من هنا وأسحبه إلى مجلد فارغ عندي هنا، ومن ثم أعيد رفعه إلى الـ SD كارد. جاهز. أقوم بتعديل مسار قاعدة البيانات، أكتب يوزر مانجر. طبعا أستخدم تاب للإكمال التلقائي، ثم كلمة داتابيز سيت داتابيز باث، ومن ثم أقوم بنسخ المسار. هذا هو المسار، أعمل لصق انتر. خلاص جاهز. أحذف الملف السابق من الذاكرة الداخلي. وبهذا نكون قد انتهينا من تهيئة الداتابيز الخاصة باليوزر مانجر ونقلها إلى SD كارد أو إلى SSD هارد ديسك. إذا كان معك SSD هارد ديسك نفس الطريقة، بتنقلها وتسحبها إلى SSD هارد ديسك و تعدل المسار حسب الأمر الذي كتبنا. طبعا الأمر بضع لكم في أسفل الفيديو. إذن نكون إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى لكم المتعة والفائدة لنكمل الدورة الكورس هذا معا. هذه تحياتي خالد الموسيقى.